فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أوترت في أول الليل ثم أردت أن أقوم في آخره فماذا أصنع؟ وهل أعيد الوتر؟ لا، الوتر اللي في أول الليل يكفي، وصل ما تيسر لك من آخر الليل الحمد لله. الوتر ما يمنعك من الصلاة في آخر الليل، صل ولكن تقتصر على الوتر الأول. نعم.